جدة ينضم إلينا الأكاديمي الدكتور خالد باطرفي محلل سياسي. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. هل تجد أن هذا التصريح جاء متأخرا نوعا ما في ظل كل الممارسات التي انتهكتها إيران بحق اليمن وبحق الوطن العربي أيضا؟ نعم صحيح، هو متأخر، ولكن تعرفين أن في مجلس الأمن هناك دول تقف مع إيران وتحديدا روسيا والصين، وبالتالي لا بد أن يكون لدينا وثائق وإثباتات لا تقبل الشك وترقى إلى اليقين، وهذا ما تحقق بعد الضربات الصاروخية الأخيرة عندما حصلنا على بقايا هذه الصواريخ وقامت الولايات المتحدة بتحليلها وإثباتها. في السابق كانت إدارة أوباما أيضا تميل إلى الموقف الحوثي والموقف الإيراني، ولم تكن لتقف معنا الوقفة التي تقف معنا اليوم إدارة ترامب. فأعتقد أن نعم كان هناك تأخير ولهذا أسبابه، واليوم أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في هذه المواقف المتخاذلة. طيب، ها قد وضحت الصورة، وبالدلائل الآن إيران تزود الحوثيين بالسلاح من خلال ما ذكرت حضرتك بالأدلة. الآن إلى متى سيستمر هذا الدعم الإيراني للحوثيين وكيف يمكن إيقافه؟ إيران لن تتوقف عن دعم الحوثيين حتى آخر حوثي. هي لا تبالي يعني أن يموت الحوثيون، يموت اليمنيون من أجل تحقيق أهدافها، خسارتها محدودة أسلحة فائضة لديها ترسلها إلى الحوثيين، ونفس الشيء في سوريا، في لبنان، في العراق، يموت العراقيين والسوريين اللبنانيين، ولا يأبهون ولا تأبه إيران إلا باستخدامهم كوسائل ضغط وفروض في يدها في لعبة دولية للحصول على مصالح. فطالما أن الحوثيين مستمرين فستستمر في دعمهم حتى يعني كسر العظم، حتى ينهاروا تماما ويطلبون الصلح او يتم هزيمتهم بالكامل. طيب دكتور خالد، ان تم فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على ايران، برايك كيف يمكن ان تكون؟ انا اعتقد انه نعود الى مرحله ما قبل الاتفاق النووي. نعم. هذا هو المطلوب. قبل الاتفاق النووي كانت ايران عليها عقوبات توشك ان تصل الى الاستسلام، ولكن للاسف الشديد اداره اوباما القت اليها بطوق النجاح ودفعت المجتمع الدولي دفعا الى هذه الاتفاقيه التي رفعت كثير من هذه العقوبات. اليوم اذا عادت هذه العقوبات ستضطر ايران الى التفاهم مع المجتمع الدولي في هذه النقاط. نتوقف عند هذه النقطه دكتور، الى اي مدى سيتاثر الاتفاق النووي المبرم مع ايران في حال استمرت ايران بدعم الحوثيين في اليمن؟ هي نقطتين منفصلتين، وللاسف هذه من عيوب الاتفاق النووي انهم لم يدخل البرنامج الصاروخي والمخالفات الاخرى سلوكيات ايران في المنطقه ضمن الاتفاقيه، ولذلك هم يتكلمون عن مخالفه روح الاتفاقيه وهي المحافظه على السلم العالمي، ولا يتكلمون عن بنود محدده في الاتفاقيه، وهذا ما اشار اليه ترامب في اكثر من مناسبه. الاتفاق بحاجه الى التعديل ليشمل سلوكيات ايران في المنطقه، واعتقد ان هذه الاثباتات ستعطي زخم للموقف الامريكي ومزيدا من الاقناع للاوروبيين وغيرهم بان علينا أن نعيد كتابة الاتفاق النووي من جديد وأن نضيف إليها هذه المخالفات. تتوقعون دكتور أن إيران ستخشى من فرض مزيد من العقوبات عليها في ظل استمرار انتهاكاتها في اليمن؟ إيران بتركيبتها الحالية العقائدية الإيديولوجية لا تستجيب لأي منطق إلا منطق القوة والفرد، لأنها يعني أساسا مشروعها ليس قائما على أمر واقعي أو منطقي، هي قائم على أحلام وإيديولوجيات ومغروميات تعيشها في وجدانها، وبالتالي لا أتوقع أن النظام الحالي الذي بني على تصدير الثورة وأسس دستوره على أن تكون راعية للشيعة في أنحاء العالم وأن تعود الإمبراطورية الساسانية،
لا أمل على الإطلاق في أن يتعدل، ولا بد من القوة والفرض حتى ينهار هذا النظام ويستسلم كما استسلم في الحرب العراقية الإيرانية. دكتور، من خلال كلام حضرتك الآن ذكرت أنه إيران لا تستجيب إلى أي منطق إلا للقوة، هل يمكن أن نفهم من كلام حضرتك أنه هي بحاجة إلى تدخل عسكري دولي لإنهاء هذه الانتهاكات؟ أنا أتمنى أن يكون هناك تدخل محدود، عمليات جراحية لكسر أو إزالة كل الأدوات التي تستخدمها اليوم في مواجهة المجتمع الدولي، البرنامج الصاروخي، المواقع التي تطور فيها الأسلحة النووية، البرنامج النووي. إذا تم إزالة هذه المحطات وهذه المواقع تصبح إيران بلا أسنان وبلا مخالب، وبالتالي يمكن ويسهل مع العقوبات الاقتصادية دفعها إلى طاولة المباحثات وإلى العقلانية التي كان يجب أن تلتزم بها أو تلجأ إليها منذ البداية. إذن كل ما ذكر على طاولة المباحثات بخصوص إيران لم يجدي نفعا حتى الآن دكتور، الآن ما المتوقع من المجتمع الدولي تجاه إنهاء هذه الانتهاكات؟ أنت قلت المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي ليس على قلب رجل واحد للأسف الشديد. المصالح تتدخل، روسيا لديها مصالح في إيران، الصين لديها مصالح في إيران، وهؤلاء صوتين يعني في الأمم في مجلس الأمن يمكن أن يقتلوا أي اتفاقية. أنا لا أرى كيف يمكن إقناع هاتين الدولتين بضغط أكثر مما يعني الضغط المأمول على إيران، ولكن يمكن دفعهم إلى الضغط على الأقل الدبلوماسي المحدود، لعل وعسى أن تستجيب إيران بعد أن يقف حلفائها معها موقفا جادا. الموقف مع إيران لا مخرج له إلا، يعني هذا رأيي الشخصي، إن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة في الحالة الإيرانية، ولا بد أن تجد أن هناك تحالفا دوليا، لا أقول نعم دكتور، تحالفا يعني فيه إجماع، ولكن تحالفا من الدول الراغبة والقادرة على الوقوف في مواجهة إيران تقودها الولايات نعم. المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من جدة، حدثنا الأكاديمي الدكتور خالد باطرفي محلل سياسي.